ثم نحاول نرسمه وهو كيشوف مقابل معنا برسم اول حيوان اليف اللي هو الارنب. نحاول نرسموه في مجموعه ديال الوضعيات وهو كيشوف فينا مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. اذا نبداو ان شاء الله الدروس او السلسله ديال الدروس ديالنا حول تعلم الرسم بعد ما شفنا واحد المجموعه ديال الدروس حول المنظور. اذا اليوم غنحاولوا نشوفوا كيفاش كنرسموا الحيوانات بصفه عامه، وحيوانات اللي هي اليفه وحيوانات متوحشه، بعض الطيور الى اخره. غنحاولوا نشوفوا واحد المجموعه ديال الرسومات ديال هذه الحيوانات والطيور من خلال واحد الطريقه اللي هي سهله وبسيطه جدا، اي واحد غادي يمكن له يتعلمها، لكن بشرط انه خصو يبقى يعاود هذه العمليه هذه اللي غادي نبينها لكم دابا برسم اول حيوان اليف اللي هو الارنب. نحاول نرسموه في مجموعه ديال الوضعيات وهو كيشوف فينا مثلا، وهو اون تروا كار يعني مجنب، هو كيجري، هو كيدير مجموعه ديال الحركات. غنحاولوا نرسموه بواحد الطريقه اللي هي بسيطه جدا، ونحاولوا ما امكن الاطفال ديالنا اذا كانوا مثلا كيهتموا بهذا النوع ديال الرسومات، نحاول ما امكن نحضروهم ونعطيهم هذه الفرصه هذه باش يشاهدوا هذا الفيديو هذا وهذه الفيديوهات هذو اللي غادي يجيو ان شاء الله متابعين. وما عليكم الا ديروا اللايك وديروا وتبارطاجيو الفيديو على الاصدقاء ديالكم، وتحاولوا ما امكن انكم يعني تنتبهوا معايا وتعاودوا هذه العمليه هذه بطبيعه الحال، لان التعلم ديال الرسم راه ما يمكنش غير نشوفه انا ونتعلم، وانما خصني نمارس. اذا خصكم تمارسوا معايا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، غنحاولوا ان شاء الله كما قلت نرسموا الارنب مجنب مقابل معنا وكيعطينا بالظهر ديالو. اذا بالنسبه للمجنب اول حاجه كنحاولوا نرسموا واحد اهليليش تقريبا، ثم كنرسموا واحد الكره او اهليليش اخر فوق منه هكذا. ثم نعود نرسم نفس الإهليليش و إهليليش آخر الفوق. إذن كنحاولوا نرسموا الرأس نتاعو. ثم نحاول نرسمه وهو كيشوف مقابل معنا.